السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنانين متتبعي وزوار قناة رشيد تيل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سأتحدث معكم عن موضوع أخذ النسب من صورة. سبق وأشرت إلى عدة طرق، وهذه وسيلة من وسائل أخذ النسب، هي مقدمة أيضا للرسم بالمباشر وأخذ النسب بالمباشر من بعيد. فنأخذ صورة على الهاتف، نطبعها على ورقة عادية، نضعها أمامنا بشكل مستقيم أو عمودي، تكون ورقة الرسم أمامنا مباشرة أيضا، حتى يسهل أخذ كل القياسات ودرجات الميلان وما إلى ذلك. أخذت صورة جانبية، سبق واشتغلت على هذه الصورة، اشتغلت عليها بالملونات الخشبية. أخذت هذه الصورة لم أخذ وجه مباشر ينظر إلى الأمام مباشرة، لأن الوجه ينظر إلى الأمام مباشرة يسهل أخذ القياسات بنفس الطريقة. تعمدت أن أخذ هذه الصورة لأن لو فهمنا هذه الطريقة على وجه على وضعية صعبة، سيكون سهل على وضعية أمامية أو رؤية جانبية للوجه. إذا نأخذ ورقة أو الصورة، ثم نرسم بعض الخطوط. مثلا إذا دققنا هنا، نلاحظ خط في الوسط يمر من مثلا من وسط الفم الشفة العليا، ومن وسط فرق الشعر. بما أن الوجه جانبي، فيستحيل أن تأخذ خط مستقيم للوجه، فالوجه يأتي على شكل قوس. إذا نأخذ خط مستقيم يسهل علينا أخذ هذه القياسات فيما بعد. نستخدم المسطرة طبعا عادي. فبالنسبة لو مثلا لو كان وجه مباشر ينظر إلينا بالأمام مباشرة، فهذا الخط يسهل تحديد وسط الوجه، هو يمر من وسط الفم، وسط الأنف، وسط العينين يكون هنا، وسط الحاجبين، وسط الجبهة، يكون سهل أخذ ذلك. لكن بما أن هذه رؤية جانبية، فأنا اخترت هذا المكان هذا، وعليه سأبني باقي القياسات. أيضا آخر نقطة من الوجه، حدود الوجه هي هذه، أبعد نقطة هي أيضا حددتها بخط. آخر نقطة من الشعر أو الأذن حددتها بخط أيضا، الذي خط خطوط العمودية. آخر نقطة أو بداية العين من مدمع العين هنا خط صغير، بداية العين أيضا، نهاية العين، أعلى نقطة من هذا خط الجفن العلوي، الخط الذي يمر من مدمع العينين، أسفل الأنف، وسط الفم، أسفل الذقن. يمكن إضافة خطوط أكثر، مثلا من أسفل الفم، من فوق الفم، والخطوط تكون كلها متوازية أو عمودية، متوازية بمعنى أفقية أو عمودية. هنا حددت نهاية الأنف مقارنة مع العين، هنا أيضا نهاية الأنف مقارنة مع العين، بداية الفم من هنا، نهاية الفم من هنا مقارنة مع العين. فهذه الخطوط ستسهل علي أن أخذ نسب على ورقة الرسم. أول شيء ألاحظ الخط هذا الذي رسمته، فهو عمودي، ملاحظة صغيرة، أنا أرسم على الوجه الخشن من الورقة، أن هذا مجرد شرح. سبق ورسمت على الجهة الملساء للورقة، فالجهة الملساء للورقة هي المخصصة للرصاص. بما أن هذا مجرد شرح، سأكتفي فقط بهذا الوجه هذا. المعروف أن الورقة والأدوات هي عملة صعبة لدى الفنان، لا يستطيع التفريط في أي شيء. إذا هذا خط وسط، آخر نقطة من الوجه هي هذه. نأخذ فقط القياسات بالقلم، والورقة
أصبعي. إذن هذه آخر نقطة من الجبهة. هذه آخر نقطة من الأذن مقارنة مع مركز أو مع الخط الأول الذي رسمت في الأول. نرجع إلى الوضعية العمودية، نأخذ مثلا طول الرأس من أعلى خط من الشعر إلى أسفل الذقن، مثلا أبدأ من هنا من هذه النقطة هذه، إذن هنا لدينا الذقن، هنا لدينا أعلى نقطة من الشعر من أسفل الذقن إلى منبت الشعر، من أسفل الذقن إلى مدمع العين، هنا منبت الحاجب أيضا، من أسفل الذقن إلى أسفل الأنف، ومن أسفل الذقن إلى وسط الفم، إذن آخر نقطة من الجبهة تقريبا عند الحاجب الذي هو هذا، هذه بداية الحاجب، بمعنى آخر نقطة أو أعلى نقطة ستكون فوق الحاجب قليلا، هذا هو خط الحاجب. إذن أول شيء بما أن هذه خطوط عمودية دقيق، إذا دققنا هنا سنجد أن هذه الخطوط كاملة مائلة، إذن نأخذ نفس درجة الميلان ونشتغل بها على ورقة رسم. قلنا هذا هو الحاجب أو منبت الحاجب، فوق منبت الحاجب قليلا بهذا المكان يوجد نهاية الوجه، هنا خط العينين، هذا آخر هذا خط نهاية آخر نقطة من الوجه لدى من جهة الخد، فهو أصغر منه بقليل مقارنة مع خط الذي هو في المحور
تقريبا من جهة الأنف من هنا آخر نقطة من حدود الوجه ستكون هنا. إذن هذا تقريبا خارج قليلا وهذا داخل قليلا. هنا هذه بداية العين مقارنة مع خط الوسط. هي طريقة سهلة تحدد كل شيء بنقط وترجع لترسيم كل شيء فيما بعد. الخطوط الأولية يتم رسمها بدرجة فاتحة وخفيفة لكي يسهل مسحها فيما بعد. من الآن أشتغل بدرجة أش، أعتقد أنها واضحة. هذا يعتبر غش؟ لا أعتقد. هذه مقدمة للرسم المباشر، فأخذ نسب بالطريقة من صورة من وضع القلم على الصورة، فهو بداية أنك ممكن فيما بعد أن تأخذ هذه القياسات بهذا الشكل. هذا تمد يدك من بعيد تأخذ هذه القياسات هذه بهذا الشكل. وما إلى ذلك، هنا لدينا حدد العينين. أتأكد مرة ثانية من هذا القياس، هذا هو صحيح. أتأكد مرة ثانية من هذا القياس من المركز فهو صحيح. نهاية الأنف، يجب أن أرسم العينين لكي أعرف نهاية الأنف مقارنة مع العين. سأخذها من المركز فقط. خط الأنف هو هذا. من الجهة المقابلة الفم أيضا. الجهة الأخرى الخط الوسط، إذا لاحظنا أن الدقن يأتيني في هذه الجهة هذه، فإن الدقن سيكون في هذه المنطقة هذه. بداية الحاجب إذن كبداية يمكن أن تحدد عدة أماكن وعدة نقاط لتعرف مكان كل تفصيلة بالضبط، لكن مع الوقت ستأخذ فقط القياسات الكبيرة وطول الوجه مقارنة مع العرض. هذا يأتي مع الممارسة ومع إذا لدينا خط الحاجب يرتفع بعد المكان بهذا الشكل ثم ينزل قليلاً. خط العينين وهذا يرجع خط ليدخل تقريبا هنا. ينزل آخر نقطة من الخد تقريبا توجد في على دائرة الأنف تقريبا
قريبا ستكون في هذا المكان. إذا لدي مشكل فادي صحيحة، ثم ترجع بزاوية بهذا الشكل. تدخل قليلا ثم تعطيني على شكل قوس. إذا هذا تخطيط أولي، بمعنى ممكن أن ترجع أن تضع خطوط أولية لتعطيك أولا صورة عامة، وبعد ذلك ممكن أن ترجع أثناء التضليل أن تصحح كل أخطائك. بداية العين تأتي بهذا الشكل، لدينا هذا الخط هو متصل مع الجفن، بمعنى أعلى الجفن سيكون هذا. ثم تبدأ العين بالظهور في المكان، أو مكان الرموش في المكان هذا. العين أو الجفن السفلي أو هذا ينزل تحت الخط قليلا. هنا لدي العدسة، عندي واحد الخط هنا صغير عظمة الأنف قريب تقريبا هنا، يأتي يصعد. هنا لدي بداية الحاجب محددة، لكن هذا الخط يدخل قريب منها، بمعنى في هذا المكان هذا. بداية أو وسط الأنف هو هذا، نهاية الأنف تأتيني بهذا الشكل هذا. إذا لاحظنا هنا تأتيني على شكل قوس، بمعنى سيكون الأنف بهذا الشكل، على شكل قوس. أنا أبالغ فيه هنا لكي يظهر لكم في التصوير. الطريقة ممكن أن يستخدمها حتى الفنان أو الشخص الذي لم يريد أن يرسم صورته ولا يفهم في هذه الأمور، هذه الأخذ النسب. هذه طريقة مبسطة جدا وسهلة، يمكن أن يستخدمها أي شخص تريد فهم الطريقة وليس لديك وسيلة للطباعة. خذ مجرد مجلة قديمة لديك أو اختر صورة منها وجرب عليها فقط كي تفهم أولا الطريقة ديال أخذ النسب، وبعد ذلك ممكن أن تستغني كما قلت عن كثرة الخطوط وكثرة النقاط وكثرة الأنف. يحتاج إلى تصحيح، أستخدم الممحاة. لدينا هذا الخط هذا، ننزل هذا المكان، هذه نهاية الفم. بما أن هذه نهاية الفم سبق وحددتها، وهنا قربت الخد فألاحظ أن الخد هنا بعيد قليلا، أرجع وأصحح. أمور سهلة جدا، لدرجة أنك لو استخدمت قلم درجة خفيفة في التخطيط هذا في الخطوط، ممكن هذه الخطوط أنك تستغني عن الممحاة في أثناء التضليل والتسيح، وهذا تختفي هذه الخطوط تلقائيا. أين وصلت الفم؟ لدينا
الوسط على هذا الشكل هذا، ثم تنزل قليلا وترتفع من جديد، ثم هنا ينزل بهذا الشكل. إذن هنا نهاية آخر نقطة من الفم بهذا الشكل، ويرجع ليصعد. الشفة السفلى مقارنة مع هذا الخط هذا فهي تدخل قليلا، بمعنى الشفة السفلى ستبدأ من هذا المكان. هذا الخط هذا الذي يأتي من وسط الأنف يأتي إلى تقريبا نهاية الفم أو نهاية الشفة، تقريبا يأتي بهذه الطريقة هذه. ثم لدينا خط في الوسط بهذا الشكل، إذا هذا يحدد لي وسط الفم. نهاية الفم سبق وحددتها، الطريقة لن تأخذ منك وقت كبير، بسرعة العين الثانية، المدمع هنا، نهاية العين فوق الخط هنا، هذا الخط بداية الحاجب يعطيني أعلى نقطة من الجفن أيضا. خط نهاية الأنف مع بداية مدمع العين، ثم نكمل الحاجب. ممكن أيضا أخذ نقاط مساعدة أو قياس الشكل في نهاية الحاجب التي بهذا الشكل. هنا شعرات الحاجب تظهر بأنها خارجة من حدود الجبهة، حدود الجبهة هذه، فالجبهة فالشعر يخرج بهذا الشكل هذا ثم يرجع
إذا اكمل الشعر بهذا الشكل، وسط مفرق الشعر هو هذا، أتي على شكل قوس. عندما تكون الصورة أمامك تستطيع أن تنظر هنا مرتين وهنا مرة، مرتين مرة، وأنت تشتغل تلاحظ وتقلد. إذا وضعت خطوط كثيرة هنا، يمكن اختيار الخط الذي يظهر بأنه مطابق أو مشابه فيما بعد ومسح الباقي. مفرق الشعر ينتهي بهذا الشكل، هذا خط مائل، ممكن أخذ درجة الميلان بهذا الشكل. إذا لدي هذا الشعر، هذا ينزل قليلا على أعلى نقطة بهذا الشكل، يأتي فوق تقريبا فوق بداية العين هنا. إذا يجب أن أستمر قليلا ثلاث درجة هذه، ثم يكمل هذا رحلته إلى فوق حتى يصل إلى هذه النقطة وينزل ويستمر بهذا الشكل. إذا بداية الشعر تبدأ من هذا المكان فوق الجبهة، فوق الحاجب، نأخذ آخر نقطة من حدود الفك أو حدود الوجه من الخلف مقارنة مع وسط الوجه، ستكون هي المنطقة. إذا قارنا بداية الأذن مع الوجه مع الأنف، تقريبا ستكون هي المنطقة هذه. إذا هذا الخط شوية مائل، مائل بهذا الشكل. هذه اللفة هذه للخد هي فوق وسط الفم، هذا وسط الفم. اللفة تبدأ من هذا المكان، ثم الأذن، هذا الشكل، أعلى نقطة من الأذن تقريبا تحت الحاجب بقليل، ترسم الأذن. آخر نقطة من الأذن هي هذه، سبق وحددتها. الشعر يبدأ من هذه المنطقة هذه، ثم يميل قليلا هنا. ثم ينزل. إذن هذه أهم معالم الوجه. قد تفاصيل فيما بعد، تدخل في التفاصيل، تفاصيل الأذن، تفاصيل العين، تفاصيل العدسة، تفاصيل ما إلى ذلك.
نرضي بعد الشهر ينزل النطاق هذه. إذا هذا كل بكل بساطة أخذ نسب من صورة أمامك. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.